طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع مصدر أونلاين: مقتل طفل يبيع الفواكه في ضواحي تعز أثناء تشييع الحوثيين قتلهم. ومن موقع الصحوة نت: ميليشيا الحوثي تواصل نصب منافذ جمركية على حدود المناطق المحررة. ومن الحياة: السجن 27 عاما لرجل حاول مهاجمة مركز شرطة. أهلا بكم، والبداية من الموقع الإخباري لقناة بلقيس، حيث نطالع أبرز الموضوعات التي تصدرت صفحته الرئيسية، وقد تنوعت بين ما هو سياسي وما هو حقوقي وإنساني. وفي أبرز العناوين: أمهات المختطفين بعدن، كفاح يومي لمعرفة مصير أولادهن. وعنوان آخر: وزير حقوق الإنسان، 25,000 طفل تم تجنيدهم منذ 2014. وعن أكثر الانتهاكات التي تطال الأهالي اليوم: قرى حجة تحت القصف، من ينقذ الأهالي من مجازر الحوثيين؟ وسياسيا عنوان الموقع: تمادي حوثي وتماهي أممي وامتعاض حكومي، هل تفشل اتفاقات السويد؟ ويقول تقرير الموقع مستندا إلى تقرير لوزارة الخارجية أن خروقات الحوثيين تنذر بإفشال جسر الثقة الأول الذي تحاول الأمم المتحدة ترميمه للتوصل إلى بناء السلام، كما أن أسلوب ضبط النفس الحكومي لن يستمر طويلا إذا لم يتوقف الحوثيون عن إرسال المزيد من التعزيزات والتحشيد إلى الحديدة. القنبلة التي سمع دويها أمس في عدن أتت من مكان بعيد، ومفجرها حصل عليها هدية من صديقه. إنها واحدة من قصص تسرب السلاح من أرض المعركة إلى المدن الرئيسية. وقالت صحيفة الأيام نقلا عن مدير شرطة كريتر العقيد فضل الجحافي أن الشخص الذي قام برمي القنبلة الصوتية في حي المجنة بمدينة كريتر في عدن تم القبض عليه من قبل شرطة المديرية، وهو حاليا في السجن. وقال الجحافي أن شرطة كريتر قامت بالنزول إلى موقع الانفجار لاتخاذ الإجراءات، ليتم بعدها القبض على الشخص الذي رمى القنبلة الصوتية. وعن طريقة وصول القنبلية إلى المدينة رغم أنها سلمت في جبهة بعيدة، قال مسؤول الشرطة إن الجاني أكد أنه حصل عليها من أحد أصدقائه وقد أحضرها من جبهات الساحل الغربي ولاذ بالفرار، وعملية البحث عنه جارية من قبل شرطة كريتر. كما تتحدث الصحيفة عن إقدام عدد من المسلحين على استهداف شرطة مديرية صيرة على خلفية قضية متعلقة بمسؤول الحماية الأمنية للبنك الأهلي. كلنا كان يعلم تحت هذا العنوان، كتب سلام الكواكب مقاله في العربي الجديد مضيفا: من أهم ظواهر الهزيمة التي تحيق بمجموعة بشرية لم تتطور فيها الممارسة السياسية بشكل طبيعي، وإنما نمت أو ضأولت في ظل سلطة مستبدة. يمكن اعتبار رمي الاتهام على الآخرين وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه الأمور من سوء ومن انكسار، مع توخي الحذر الشديد في تحاشي تحميل الذات أي نقيصة في التفكير وفي الممارسة. وفي هذا الجو السديمي وفي ظل انحسار الأمل أو انعدامه، استطاع بعض الأفراد الذين لعبوا دوراً أو هكذا خيل لهم في تطوير نظرية تصالحية مع الهزيمة، لابد من أنها ستجلب قريباً جداً اهتمام الباحثين الأنثروبولوجيين، وهي تتمحور حول عبارة كنت أعلم. من منا لم يلجأ إلى هذه العبارة حمالة الأوجه؟ فالكل كان يعلم وهو يشكو أن الآخرين لم يستمعوا إلى صفارة الإنذار التي ما فتئ أن أطلقها لتحاشي المأساة في أقل تقدير أو المآسي في أفضلها. ففي الشأن السوري برز العالمون من كل حدب وصوب، وكأننا بهم منتظرين في كواليس المسرح المغبرة ليخرجوا بين المشاهد التي تحمل الخيبات المتتالية ليقولوا: ألم نقل لكم؟ كنا نعلم.
من هؤلاء من انخرط في المشهد وأدى ما أداه من دور لم يصل في إنجازه إلى نتيجة إيجابية، ومنهم من لم يلمس أياً من أدوات المشهد وأثاثه، بل اكتفى بالتشفي بمن كان على مسرحه مكرراً عبارات العلم المسبق بالخيبات وبالانكسارات وبالهزائم. تبين الآن أن الجميع كان يعلم بما يبرئ ساحته من المسؤولية عن الأخطاء أو السلبية القاتلة في الامتناع عن القيام بأي فعل. في المقابل، لا أحد يعلم أو يريد أن يعلم أن الهزيمة مسؤولية جماعية لمن انخرط في العمل العام ولمن امتنع عن ذلك. يحتفل الحوثيون بقتلاهم ويطلقون النار، وأثناء هذا الاحتفال يقتلون ضحايا جدد، وهذا ما حدث في شرع بالسلام التابعة لمحافظة تعز. وجاء الخبر في موقع المصدر أونلاين بعنوان: مقتل طفل يبيع الموز أثناء تشييع الحوثيين قتلاهم في المخلاف شمالية تعز. وقال الموقع: قتل طفل يبيع الموز إثر إطلاق نار عشوائي لمسلحين موالين لجماعة الحوثيين في منطقة المخلاف بمديرية شرع بالسلام شمالية محافظة تعز. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن بايع الموز الطفل إياد فهد لقي مصرعه بعد أن تعرض لطلق ناري أثناء إطلاق النار من قبل مسلحين حوثيين احتفاء بوصول موكب قتلاهم إلى سوق بني عون بالمخلاف. وأضاف: أطلق المسلحون النار في الهواء، وأحدهم أطلق النار بشكل عشوائي في السوق، ما تسبب بقتل بايع الموز الصغير. ويشار إلى أن القتل الذين وصلوا سوق بني عون هم مسلحون موالون لجماعة الحوثي من أبناء منطقة المخلاف، وقتلوا الأسبوع الماضي بغارات للتحالف العربي والتي استهدفت معسكرات تدريب للحوثيين في ذمار. استحدثت ميليشيا الحوثي الانقلابية منافذ جمركية في عدد من المناطق الغريبة من المحافظات المحررة، وعلق موقع الصحوانت: لجباية الأموال، ميليشيا الحوثي تواصل نصب منافذ جمركية على حدود المناطق المحررة. وقالت مصادر محلية للصحوانت في محافظة البيضاء أن ميليشيا الحوثي تحتجز عشرات القواطر المحملة بالمشتقات النفطية والغاز والقادمة عبر طريق مارب. وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي استحدثت منفذ عفار بمديرية الملاجم والتي تشهد مواجهات بين قوات الجيش والميليشيا منذ أشهر. ويفيد الموقع أن الميليشيا استحدثت المنفذ لنهب واحتجاز الناقلات والسيارات القادمة من المحافظات المحررة. كيف ينتهي نظام عالمي؟ وما الذي يأتي في أعقابه؟ تحت هذا التساؤل كتب ريتشارد هاس مقالا أعادة الغد نشره مضيفا: قبل عقدين من الزمن بدا النظام الليبرالي الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة ذاهبا من قوة إلى قوة، والآن يبدو أن النظام والراعي أصبحا في أزمة معا، وأصبح المستقبل مفتوحا على الاحتمالات. وجود نظام عالمي مستقر هو شيء نادر، وعندما يصعد نظام جديد فإنه يميل إلى القدوم في أعقاب اختلاج كبير، والذي يخلق كل من الشروط والرغبة في استحداث شيء جديد. في نهاية المطاف وبشكل حتمي سوف يأتي حتى النظام الأفضل إدارة إلى نهاية عند لحظة ما، يصبح ميزان القوى الذي يقوم عليه غير متوازن، وتفشل المؤسسات التي تدعمه في التكيف مع الظروف الجديدة. ولكن إذا كانت نهاية كل نظام حتمية فإن توقيت وطريقة نهايته ليس كذلك، وكذلك حال ما سيأتي في أعقابه. فصلاحية الأنظمة تميل إلى أن تنتهي في فترة تدهور مطولة أكثر مما تميل إلى انهيار مفاجئ. ولكن حتى يحدث ذلك ثمة شيء آخر ينبغي أن يأتي أولاً، إدراك أن النظام القديم لن يعود إلى الحياة أبداً، وأن الجهود لإعادة إنعاشه ستكون بلا طائل. ومثل ما هو حال أي نهاية فإن القبول بها يجب أن يأتي أولاً قبل أن يتمكن المرء من المضي قدماً. ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذا التاريخ؟ مثل كل شيء آخر يحدد صعود وسقوط القوى الكبرى مدى صلاحية النظام السائد، بما أن التغيرات في القوة الاقتصادية والتماسك السياسي والقوة العسكرية تحدد ما تستطيع الدول وما تكون راغبة في عمله خارج حدودها. ثمة درسان بارزان آخران:
أولاً، إنها ليست القضايا الجوهرية فقط هي التي يمكن أن تتسبب في تدهور نظام، وثانياً لأن الأنظمة تميل إلى أن تنتهي بأنين خافت أكثر من القرقعة الصاخبة، فإن عملية التدهور عادة ما لا تكون واضحة أمام أعين صناع القرار إلى أن تكون قد تقدمت بقدر يعتد به. في الأخبار المحلية طالعنا خبراً مختصراً عن مسلحين هاجموا مركز للشرطة في عدن ثم مضوا في سبيلهم، أكملوا يومهم وكأن شيئاً لم يحدث. هنا نطالع إقدام أحد المواطنين على مهاجمة مركز للشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ماذا حل به؟ تعنون جريدة الحياة اللندنية. السجن 27 عاماً لرجل حاول مهاجمة مركز الشرطة. وقال ممثلون للادعاء أن المحكمة الجزائية في مدينة دنفر الأمريكية حكمت على الرجل بالسجن بعد أن أقر بأنه مذنب بزراعة قنبلة خارج مركز للشرطة بولاية كوليرادو انتقاماً لمقتل صديقه قبل نحو نصف قرن. وأوضح متحدث باسم المدعي الأمريكي جاسون دون أن المحكمة أصدرت حكمها على ديفيد مايكل أنسبري 66 عاماً بسبب محاولة تفجير مركز شرطة، ولم تنفجر العبوة المحلية الصنع برغم محاولاته تفجيرها عن طريق هاتف محمول. قالت مذكرة قدمها ممثل الادعاء أن أنسبري كان عضو في جماعة من الهيبي تعرف باسم الصفاء والهدوء والسلام. لأن الموسيقى غذاء ودواء للروح، أطفال اليمن وكما تقول صحيفة لوبوان الفرنسية يجدون العزاء فيها. فنظيرة الجعفري تجلس بالقرب من معلمتها وتنقر على مفاتيح بيانو كهربائي أمام عيون بقية صفها. يرن صوت الموسيقى في أروقة مدرسة النوارس في تعز، ويمكن للأطفال أن ينسوا الحرب وقت الأغاني. أنا أحب الموسيقى، تقول نظيرة وتضيف: عندما أشعر بالحزن أعزف وأنا أعرف أغنية عيد الميلاد، وكذلك نسم علينا الهوى، وأتعلم حاليا أغنية أنت عمري كما تقول. وقد ذكرت أغنيتين لأشهر مطربتين عربيتين فيروز وأم كلثوم. أتمنى فقط أن تنتصر اليمن في هذه الحرب، وأن تتوقف وتتنفس بعمق ثم تتبع ابتسامة، وأن نتمكن من أن نعيش حياة جديدة. كانت تعز ذات يوم تشتهر بالقهوة بالقهوة التي كان يتم تصديرها من ميناء المخا الشهيرة، لكنها منذ عام 2015 أصبحت مسرحا لواحد من أشد المعارك في الحرب بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية. اضطرت مدرسة النوارس التي تدرس فيها نظيرة إلى الإغلاق، وعندما أعيد افتتاحها قرر القادة التربويون تضمين الموسيقى في البرنامج الدراسي بالإضافة إلى الرياضيات واللغة العربية على أمل أن تعيد المتعة للطلاب. فتى تعز الذي سحر عبد الناصر، تحت هذا العنوان كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الروشان مقاله عن قصة لقاء الزعيم العربي الراحل جمال عبد الناصر مع الفنان التشكيل اليمني عبد الجبار نعمان والذي توفي أمس الأول. وقال الرويشان عن اللقاء الذي جرى في اليمن قبل عقود: كان مجرد فتى في الإعدادية حين طلب على عجل من تعز لمقابلة جمال عبد الناصر في صنعاء في إبريل 1964. لم يصدق الفتى عينيه وهو يصافح جمال عبد الناصر الذي كان يتأمل بإعجاب لوحة رسمتها أنامل الفتى الصغير، وكانت اللوحة لعبد الناصر. معقولة في السن ده؟ تساءل عبد الناصر وهو يلتفت للمشير السلال قائلا: درست ممتاز يا عبد الله، اسمك ايه؟ عبد الجبار نعمان، أجاب الفتى وقلبه يخفق مثل قلب طائر. لكن عبد الناصر هدأ من روعه قائلا: يا عبد الجبار لازم تيجي مصر عشان تدرس في كلية الفنون الجميلة. وأشار عبد الناصر لأمين عام الرئاسة الواقف إلى جواره بإكمال الإجراءات في مطار القاهرة ثم استقبال الفتى الصغير كوزير مبجل، فقد كان في استضافة أمانة رئاسة الجمهورية. والمفاجأة كانت أن يستقبله عبد الناصر في منزله في صباح اليوم التالي. في تمام 10 صباحا كان الفتى الناحل بقميصه الأبيض وبنطلونه الأرجواني يدلف إلى بيت جمال عبد الناصر في مصر الجديدة. وكانت المفاجأة صاعقة حين دخل صالون المنزل
فقد كانت لوحته البسيطة التي رسمها لعبد الناصر وأهداها إليه في صنعاء تتوسط صالون بيت جمال عبد الناصر في القاهرة. لم يصدق الفتى عينيه مرة أخرى. التفت عبد الناصر يسأل أمين عام الرئاسة: إن تخلصت إجراءات قبوله في الفنون الجميلة؟ لا يا فندم. ليه؟ تساءل عبد الناصر مستغربا. للأسف يا فندم، الكلية تشترط الثانوية العامة وعبد الجبار تاني إعدادي. ورد عبد الناصر بسرعة: طيب، ودوه على الكلية الإيطالية للفنون في العباسية، هي لا تشترط الثانوية العامة وشرطها الأساسي الموهبة. بعد سنة تماما، أي في سنة 1965 وهو في السنة الثانية، تم تنظيم أول معرض للفتى الفنان برعاية جمال عبد الناصر. تخرج الفتى عبد الجبار نعمان ليصبح أحد أهم فناني العالم العربي والعالم. السعودية تطلق سراح رجل الأعمال محمد العمودي بعد احتجازه لأكثر من عام ضمن حملة قيل إنها تستهدف مكافحة الفساد، ولكن من هو محمد العمودي؟ وفقاً لتقرير البي بي سي، فإن حياة العمودي شهدت منعطفاً حاداً في نوفمبر الماضي عندما تم احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض إلى جانب العديد من الأمراء والمسؤولين على خلفية تهم بالفساد. والعمودي 71 عاماً من مواليد إثيوبيا عام 1946، ابن رجل أعمال يمني وأم إثيوبية، هاجر إلى السعودية في سن المراهقة حيث صار مواطناً سعودياً في ستينيات القرن الماضي. تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار، ويعمل بشركاته نحو 40,000 شخص، وصنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. في الثمانينيات قامت شركاته بإنشاء مرافق تخزين النفط تحت الأرض، كما دخلت شركاته مجالات متنوعة مثل البناء والهندسة والأثاث والأدوية. ويعد العمودي داعما رئيسيا للنظام في إثيوبيا، لدرجة أن المعارضة أعربت عن ارتياحها لاحتجازه، وذلك بحسب سيما هاجن أبيبي الأستاذ المساعد للدراسات الدولية بجامعة اندي كوت، بينما أعلن الحزب الحاكم أن ما حدث خسارة. دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة بحسب صحيفة البيان لجولة جديدة من التظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو وللمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة دعا في مقطع فيديو على تويتر أنصاره لتنظيم إضراب سلمي لشل البلاد على أن تعقبه مسيرة وطنية ودولية كبيرة السبت. اعترفت الولايات المتحدة وكندا واستراليا ودول عدة في أمريكا اللاتينية بغوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما حددت 6 دول أوروبية إسبانيا فرنسا ألمانيا بريطانيا البرتغال هولندا مهلة 8 أيام للدعوة إلى انتخابات تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني غوايدو رئيسا لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو. وفنزويلا الغنية بالنفط تشهد أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين% في العام 2019، وتعاني البلاد نقصا في المواد الغذائية والأدوية. وأسفرت حركات الاحتجاز ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلا منذ الاثنين بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية. وأوقف أكثر من 350 شخص هذا الأسبوع أثناء تظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير وحده بحسب الأمم المتحدة. صور تظهر أنواعا مختلفة من جمال الطبيعة وفي روح الإنسان البسيط، نعرضها لكم من صحيفة الديلي تليغراف، نتابعها في جولتنا المصورة. إلى الصور.
ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف، نتابع. بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.